سلام سيدي. انت على منبر اكسبريس، اشنو المشكل؟ انا سيدي المشكل، المشكل ديالنا حنا والدينا كابرين، هذه ارضنا، مني دوينا على الارض قالك ما تاخذوا الارض لا والو، مني دوينا على السكن قالك تاخذوا البارطمان وتخلصوا عشرات المليون، ياك حنا هاد عشرات المليون ما عندناش. انا في عمري 56 عام، باغي يزيدني التريته، انا هاد التريته منين غنخلصها؟ انا الحانوت كنعيش فيه مطلقه، ما بغاش يعطيني الحانوت، وقال لك زيدي التريته، انا هاد التريته منين غنخلصها؟ منين عندي الدراري تامة ما عندهمش الاب، عايش هاد الدراري، انا باش غنخلص؟ هاد التريته باش غنخلصها؟ حكم عليا هو ب 10، 10 غتولي ب 20، يريب لي محالي ونخرج ندير قايطه ونليه، انا البنك ما غترحمنيش. ما غايضحكش عليا، رانا عارفه البنك اش كتسوى، البنك ما غترحمنيش. انا اليوم كنطالب من سيدنا من جلالة الملك الله يخليه لينا، حنا باغيين الاستفاده ديال سيدنا وما باغيش الاستفاده ديال الشفاره، خليوها عندهم باش يجيبوا يضحكوا علينا واخذين الارض ويضحكوا علينا، لا حنا باغيين الاستفاده ديال سيدنا. ويحيى الملك، ويحيى الملك. ها الحانوت عنده 30 عام، ها جيراني، ها هو جيراني، علاش انا يحيدوا لي الحانوت ويحيدوا لي محالي؟ ولدي مجوج عنده جوج ولاد، قال لك ما نعطيوش، هذا الولد فين غيبرك؟ واش ناخذوا ابارتمون نضاربوا فيها؟ شحال باش عمام مجوج دري ولد؟ ها هو ولدي مجوج شحال من عام عنده جوج ولاد؟ انا مو ما عطاونيش بقى ولدي، انا مو انا زايده هنا ما عطاونيش، علاش انا يعطيني ابارتمون ودري عنده 14 عام عاطينو 84، دري ابو شكور فرقوا النوامر، يبيعوا شنو في النوامر، علاش؟ علاش حنا غيضغطوا علينا علاش؟ علاش حيت هما زعما مخزن وحنا شعب؟ لا اعطيونا. اليوم واحد القضيه مهمه، الناس اللي عطاهم بقع ما يعطيو ترياش. جيراننا نوريهم لك غياخذوا البرطمان يخلصوا، احنا حبسوا علينا نخلصوا 10 ولا 12 منين غنجيبوها؟ وقال لك عاد الريبو الريبو، واش انا زايده في 67؟ انا باغي نخلص البرطمان، انا ما غنخلصش هذا البرطمان، انا زايده في 67 باش غناتيها؟ انا يريب لي هو يضحك عليا هنا وتمشي البنك تجري عليا ونخرج لبرا، هو يمشي ينعس مع وليداتو هاني، لا راه الظلم هذا، حنا كناشحوا سيدنا وكنطلبوا سيدنا وكنعورطوا بسيدنا يرحمنا، حنا ولاد البلاد ما جايين لا من هك لا من هك، وعندنا ارضنا تم ارضنا ما بغاوش يخليونا فيها، خليونا نحطوا في ارضنا، كاين انا كاين ولد عمي ها هي مرتو، حنا عائله وكاينه بنت خالتي، قلنا لهم خليونا نحطوا في ارضنا، قال لك لا ما تحطوش في ارضكم، سيروا ريبوا، علاش نريبوا؟ علاش حنايا حنا ادارس، حنا ولاد البلاد، حنا ما جينا ما شرينا ما كرينا، وتحدثنا معاهم بالادب وديت ليه الوراق تاع البلاد، ما بغاش يتصنت ليا، وعلاش؟ انت ما تصنتش ليا وانا نتصنت لك؟ تجي تريب عليا؟ الخميس قال لك غادي يريب، علاش؟ علاش الدراري؟ ما عندناش، الدراري عندهم 14 عام عطاهم نوامر، 84 كيلعب في الزباله عاطينو المراه، وحنا يضحكوا علينا؟ راني عقل هادشي، هادشي راه يعقل. عشومة راه عيب، كل عام كيهدونا وهاد العام نايض لينا غبرة، ريبوا عليكم، تريبوا علينا راه الشباب غيموتوا، الشابات غيموتوا. الشباب غيريبوا. صحة. كيفوك سيروا فين غتمشيو؟ ريب عليك الصحة وخرج دبر راسك. تتكري. راه جيراني ريبوا لهم، ها هما ريبوا نجراو عليهم ضحكوا عليهم، ها هما بقينا نتعرضوا تهضروا باقيين خايفين، ها هما. فين مشاو هاد؟ ها هما مساك ريبوا لهم، ها ضحكوا عليهم، راه ضحكوا عليهم، حنا قلنا نتعرضوا تهضروا بكل حق، القايد قال لنا الخميس غنديري معاكم حل، والله لا دار معاهم حل. كاين القوالب، شتي هنا كاين القوالب، من بكري هنا القوالب، علاش؟ واش كطالبوا دابا؟ كنطالبوا ب 84 وعطانا سيدنا وما يعطيوناش هما، ما طلبناهمش، سيدنا اللي غيعطينا، كيما عطاو للناس، فرقوا النوامر، راه النوامر تفرقت، يجي العامل ويجي الوالي ويشوفوا الدراري اللي واخدين النوامر، انا نمرتي مشات، ولدي مشات لي نمرتو، هذه مشات لي نمرتها، هذه نمرتها، كلشي مشاو لهم نوامر، هاد العيال اللي شرفوا يمشيو يخلصوا باش غيخلصوا هاد العيالات، حنا كلنا ارمالات، انت ارمالات كلهم ارمالات، باش غيخلصوا هاد العيالات باش؟ منين غنجيبوا لهم حنا هاد الفلوس؟ هذا والد جوج ولاد لوحي الزنقه، ها؟ تهضر اخويا؟ زيد ها كتهضر شدي لي ولاد اه سيري على المانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المشكل مطروح هنا بزاف، المشكل مطروح اخويا هنا هو انه المشكل ديال هنا كانوا القاعي تباعوا بعد ما فهم تباعوا القاعي، كاين دري صغار هنا كتلقى عنده بقعه باعه كتلقاه كتلقى عنده 14 16 عام عنده بقعه، كاين هنا اللي هنا عنده كلسه عنده جوج بقاعي كتسولك يقول لك انا عطيت المقدم وعطيت للشيخ وشريت بقعه ب 4 مليون 6 مليون فهمتي، كاين هنا ناس اللي كيقول لك ما عندوش كيجي عند الناس هنا كيهددوا ما تلقيت كيقول لهم انتوما الا ما خلصوش غنريفوك منكم، مراه عندها عندها 64 عام ولا 60 عام اللي غتجيب لها 10 مليون كتمشي للبنك كتقول لها البنك لا انا ما نعطيكش كريدي، البنك يقول لك انا ما نعطيكش كريدي ما عندي ما نعطيك،
يعني المصير مجهول. البنك اللي عطاتك كدير عليه. البنك اللي عطاتك 10 مليون باش تصبر لك 18 مليون، هذا الشيء عادي. كنقول لك عطاتك 10 غنحسبك 18 مليون. عندي 60 عام. وهنا كاين عندنا حنا مشكل ان ناس معانا في نفس العنوان في نفس الدوسي تما من دوار ولاد خشيه الهراويين، خذوا بقاعي وخذوا ولادهم بقاعي. وجاو دخلوا معاهم ناس من رحامنا ومن دكانه ودخلوا معاهم ومساكنين وخذوا. علاش؟ كاين اللي واحد عنده جلسه، عنده هنا واحد جلسه استافد. حنا بغينا تفتح تحقيق في هذا الشيء، حنا بغينا والو، حنا بغينا تحقيق، حنا بغينا تحقيق في هذا الشيء، بغينا حنا السيد الوالي، حنا بغينا السيد الوالي يدير لنا تحقيق في هذا الشيء. حنا ما حنا البلاصه اللي لجانا لها كيطرقوا عندنا البيبان، مشينا للجامعه كيهبطوا عندنا البيبان، كيمشيو للعماله كيجريو علينا بالعالي. هذا الشيء اللي كاين. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.